كنت بحال ما كنا يقول لي دير انا رصدو بحال هكا رصدو ومغادي ندير فيه شي حوايج ما شاء الله. علاش احنا عندنا اولادنا عندنا اولاد خواتاتنا خوتنا والدينا عندنا بزاف العائله خص احنا هادشي ما بغيناش تكرر خص هادشي باش الانسان كون تعلم هذاك السيد وقعت له شي حاجه ماشي مزيانه فقيه ولا وقع الطلبه بحال هذا وراه اصلا كاع الطلبه غيديروا هادشي ضرب فقيه وقاري 60 حزب وعار ما بينه وبين الله وكيدير هادشي ما يمكنش. ودرك يتسال العذاب هذا عذاب العذاب العذاب ماشي غير عذاب عذاب ديال بالصح هو دابا هو يمشي كاع للحبس ما غيديروا مع دابا حتى شي حاجه راه غياكل ويشرب وصافي. خص الام تشوف خص العالم كله يشوف السيد اشنو دار هذاك الوليد خصو حتى هو دار لي خصو حتى هو العقاب بحالو. انا في الراي ديالي خص هاد الشخص ما تقتلوش خصو يتعذب وياخذ الاشغال الشاقه باش يحس بالالام اللي حست به ديك الام وداك الاب ويكون عبره للجميع لان من جانب الديني حرام لا دنيا ولا اخره. ان لله وانا اليه راجعون والسلام عليكم. هذا فقيه ديال كتاب ديال القران في الباديه في ياك تعلموا عنده الناس الدريات الصغار والدراري الصغار في وتيدير هاد الفعيلات هاد فقيه هذا يا ربي تسامح ليا هذا اول حاجه ماشي فقيه وما قالش قران قالوا قال هذا القران ديال اليهود وما ديالهاش يا ربي تسامح ليا وهذا ما يسالش يا ربي يبقى في الدنيا حتى نهار لحقاش واحد يلاه ما كاملاش سيمانه شدوا واحد صغير وشدوا ودربهم وهتشكو بالعربيه بحال هكا هتشكو ودفنوا حدا دارهم وهذا فقيه حتى هو وفي نفس المنطقه يعني اش كيديروا دوك الناس ديال ديك المنطقه تما بغيت نعرف انا اش كيديروا ها اش فين شكون اللي يحدي هاد الناس ولا حدي هاد الدراري هادي شكون ها هو دابا هاد الفقيه يقدر يخرج على الدريات الصغارات ها ويقدر يعقدهم في حياتهم وما عارفينش الاسباب ديال هادشي كامل شناهي دابا هاد الفقيه يقدر يعقد هاد الدريات يعقدهم في حياتهم ما يتزوجوا ما يديروا والو ولاو تابعينه هو خصي هادشي بزاف هاد الفقيه هذا خصي راه خصو ويا ربي تسامح ليا ربي كبير راه هو اللي غادي يجازيه غنقول لك كاين اختي حتى هذا الشيء بحال هذا الشيء هذا ربي تيوقف فيه من عنده والله ما كذبك اختي هذا دابا تشوف اش غيطير ان شاء الله. الفقيه ديال الكتاب كيمارس الجنس على الاطفال حرام وزعما تيقريهم واحد الماده ديال مثلا القران الكريم واستغل الاطفال واستغل هذا الكتاب هذا وكيمارس في هذه السلوكات ديالو يعني هذا كيطعن في المسلمين نقدروا نولي نشكوا في اي واحد مثلا كيتعامل مع الاطفال ديالنا وهذا راه خصو اعدام هذا خصو اعدام امام الملا لانه حيت القران الكريم والاطفال البراءه ما دير والو كتغتصبوا تيولي عنده مرض نفسي راه بحال قتلتيه هادشي ولا كثير ملي كيكثروا هاد الظواهر يجب عقوبه الاعدام. هذا كون زعما كاين انا نتصال بيه بحال ما كنت نشوف هذاك المنظر اما منعوش كتدير لي خص الظفار يتحيدوا لي هو حي عيني يتجبدوا لي هو حي. علاش هذاك الانسان انا كنشوف في فيسبوك في التليفون هذاك الدري بقى فيا حيت الانسان اللي ما كيبقاش فيه بحال الوليد اما ما فيهش الدم ديال الاسلام اما ما عندوش الوليدات وملي عنده وليدات وعنده والدين ما يقدرش يشوف في ذاك الشيء والله ما يقدر يشوف في ذاك الشيء. انا كنشوف هذاك الشيء كتجيني البكيه كنت في التليفون ما كنبقاش نشوف في هذاك الشيء انايا. واختي اش غنقول لك بحال هاد الناس هادو اللي كيتعداو على هاد الدراري الصغار البنات والولاد كيتعداو عليهم هادو نشدو مانا خصهم العذاب هنا نعذبهم مزيان وعاد نعطيهم الاعدام. بحال هادو اللي كيتكرفسوا على الوليدات الصغيورين هذا فقيه يا حسره وتيعرف بينه وبين الله راه الناس ما بقيتي تعرفي دابا بو الحياه ولا بلا الحياه بقيتي تعرفي مزيان من الخيب. اختي البلاد تكفست بلاد يعني الناس القلال الناس المزيانين الناس الملاح الناس اللي تابعين طريق الله وكيعرفوا بينهم بين الله راه قلال وبزاف راه قلال وبزاف راه اللي كثروا هما المنافقين والخايبين هما اللي كثروا اما الناس الزوينين باقي الحمد لله باقي الناس الزوينين لا في النساء ولا في الرجال باقي الحمد لله الناس الزوينين ولكن خلني الناس
الاكثريه كلشي خيب، ما بقيتي تعرفي لا بو الحياه ولا بلا الحياه ولا والو. الله يهدينا ويهديهم والله يسمح لينا. اما بحال هادو اللي كيتعدوا على رد الاطفال الصغار، الملائكه دراري صغار وعيال ودريات صغارات، انا بغيت ليه يتعذب هنا عاد يعطيو الاعدام. يا ربنا خصهم يتعذب يتعذب، يعذبوهم هنا عاد يعطيوهم الاعدام. قبل ما تخرجوا شاركوا معنا على قناة 8 مارس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.